عندما أعادت المملكة المتحدة بناء مبنى بنك إنجلترا، البنك المركزي، في قلب العاصمة لندن، حرص مصمم البنك على وضع تصميم إنجليزي كلاسيكي يزخر بالرموز المعبرة عن تاريخ أحد أقدم البنوك في العالم، إذ تأسس عام 1694. وسط كل هذه الكلاسيكيات البريطانية، تجد للصين مكاناً بارزاً مع أربع من أشجار توت تنمو في متحف البنك كإشارة تذكر بأصول النقود الورقية في التاريخ. الحاجة أم الاختراع. كان عهد أسرة تانغ الذي استمر من عام 619 إلى 907 هو أحد أزهى عصور الصين اقتصادياً وتجارياً وعلمياً. شهدت فيه الصين انفتاحاً على العالم. كانت رغبة التجار في عقد صفقات كبرى دون الاضطرار إلى حمل كميات كبيرة من العملات المعدنية الثقيلة هي الدافع لابتكار الأوراق النقدية الورقية لتسهيل البيع والشراء على التجار، وخصوصاً في الرحلات والمسافات الطويلة، وكذلك حالات السرقة التي كان يتعرض لها التجار. ولأن الثقافة والأعراف الصينية كانت تقبل وقتها بفكرة الائتمان، أتى الصينيون بفكرة ماذا لو أودع التجار نقودهم المعدنية في مكان آمن في الدولة، وحصلوا مقابلها على شهادات أو إيصالات رسمية وموثقة تعترف بالمبالغ التي تم إيداعها، واستخدموها بدلاً من النقود المعدنية عند البيع والشراء. وهكذا تم ابتكار أول عملة ورقية مصنوعة من ورق شجر التوت، تحديداً على ضفاف النهر الأصفر في مقاطعة سيتشوان في عام 690، لتصبح أيضاً أول ورقة نقدية في التاريخ، تعد نقطة تحول في تاريخ العملات. وعلى مدى أكثر من خمسة قرون ظل التجار الصينيون يتعاملون بالأوراق المطبوعة، والتي كانت معظمها على شكل سندات ائتمان، حتى أسموها بالنقود الطائرة، لأنها على عكس النقود المعدنية، فهي خفيفة وسهلة التبادل. واستمرت رحلة تطور العملة الورقية حتى أصبحت تحمل قيماً معينة تساوي أوزاناً محددة من معدن الذهب أو الفضة. ومع الوقت أضيفت قوانين جديدة بحيث يتم تصنيع النقود الورقية من شجر التوت، ثم يقوم مسؤولون معينون لهذا الغرض بكتابة أسمائهم عليها ووضع أختام رسمية لاعتمادها كي تصلح للتبادل التجاري. بعدها يضع رئيس الموظفين ختمه الخاص لتصبح الورقة رسمية، ولا يجرؤ أي شخص أن يرفض التعامل بها. وبدأت الأوراق النقدية تحل محل النقود المعدنية تدريجياً، ومع مرور الوقت قلت كميات النقود المعدنية بشكل ملحوظ، حتى أصبحت العملة الورقية هي النقود الرسمية الوحيدة المعترف بها بالدولة. وفي القرن السابع عشر شقت النقود الورقية طريقها إلى أوروبا، ويعتقد المؤرخون أن انتقال هذه التقنية إلى أوروبا جاء بعد اطلاع وانبهار الرحالة الأوروبيون عليها في الصين، ومن أبرزهم الرحالة الإيطالي ماركو بولو خلال رحلته الشهيرة إلى الصين. فبينما استغرق الكيميائيون في أوروبا قروناً طويلة يحاولون عبثاً تحويل المعادن الأساسية إلى الذهب، حول الصينيون ببساطة الأوراق إلى أموال. استغرق الأمر في أوروبا بضعة قرون حتى صدق الأوروبيون بإمكانية ذلك، ودخلت العملة الورقية رسمياً في الدول الأوروبية. استغرق الأمر حوالي قرنين حتى انتشر استخدام الأوراق المالية في بقية دول العالم. لكن المفارقة هنا أن الصين في الوقت ذاته دخلت في أزمة مالية خطيرة عقب نهاية حكم أسرة تانغ، نتيجة لتزايد انتشار الأوراق المالية دون تنظيم مستمر، حيث تراجعت قيمتها وارتفعت معدلات التضخم. بحلول عام 1425 كانت النقود الورقية لا تتجاوز 70% من قيمتها الأصلية. في النهاية ألغت الصين النقود الورقية كليا عام 1455، ولم تستخدمها مرة أخرى حتى عدة قرون، إلى أن جاءت أسرة تشينغ الحاكمة وبدأت في القرن التاسع عشر بإنتاج وتداول اليوان، وهو لا يزال اسم العملة الصينية حتى يومنا هذا. واليوم ظهرت العملات الرقمية مهيمنة على سوق العملات. الصين اخترعت العملة الورقية، وربما قد تصبح أول من يتخلى عنها.